مشاهدينا الأفاضل، عبر فقرات حلقة اليوم كان لنا أكثر من لقاء مع المعلومة والخبر، ولنصل بكم المحطة قبل الأخيرة من هذه الحلقة وهي فقرة الاستراحة. هذه الفقرة تعتدنا من خلالها أن نقدم القليل من المعلومة أو التعليق حول أهم ما يصلنا من الأخبار عن نشاط مختلف الألعاب الرياضية. ولعل من أهم ما يثير الاهتمام هذه الأيام على صعيد نشاط لعبة كرة القدم الاستعدادات التي يخوضها فريق الجماهيرية في إطار دور الثمانية للمجموعة الأفريقية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، حيث سيكون لقاء الفريق في هذا الدور مع فريق غانا. وتأتي أهمية هذا اللقاء أنه يدور على صعيد أهم مسابقة لكرة القدم في العالم وأقدمها من حيث النشأة، حيث بدأت مسابقة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في عام 1930، وقد نظمت في الأوروغواي والتي فاز فريقها بالكأس الأول، ثم تحصلت إيطاليا على هذا الكأس عامي 34 و38، ثم عادت أوروغواي لتفوز بالكأس للمرة الثانية عام 1950. أما في عام 1954 فقد كان الكأس من نصيب ألمانيا الغربية، وجاء عام 1958 ليحمل الجديد وكل جديد في كرة القدم العالمية من طرق لعب وفنون كروية متطورة، وكان فريق البرازيل هو صاحب الكأس في هذه المسابقة التي نظمتها السويد. وفي عام 1962 احتفظ فريق البرازيل بالكأس للمرة الثانية. أما في عام 1966 فقد استضافت إنجلترا أدوار النهائية لهذه المسابقة وليفوز فريقها بالكأس أيضا. وفيما يلي نمضي هذه الدقائق مع جانب من قصة مسابقة كأس العالم لكرة القدم في مسيرتها حتى عام 1966.